برج العذراء عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على ما ينتظره اصحاب برج العذراء خلال شهر يونيو لعام 2022. اكتر الامور اللي بنفكر فيها بعض من الاحاسيس والشعور الخاص فينا، لان صراحه الامر احنا عندنا احساس كتير قوي. من اول الامور اللي هي يعني فيها احساس وشعور ابن لذينه كده، ان احساسك عالي بيه، ان انت دايما تحس الحاجه قبل ما تحصل، تحس ان الشخص ده كويس ولا لا، تحس مواقفك احلامك ليها علاقه بدلاله واشاره كتير قويه. بمعنى عندك كتير طبعا انت بالنسبه لك، يعني لان انت عندك تاثيرات مهمه كتير من المنزل التاسع، فده بيحسسك كتير بيه. وغير كده انت طبعك اصلا شخص روحاني يعني. فالمهم ان انت عندك كتير من احساس اللي هو تبقى رايح مشوار، انا حاسس المشوار ده مش كويس، انا حاسس كذا، انا حاسس ان فلان هيجي. عارف فكره لما تبقى بالنسبه لك حاسس ان النور هيقطع فيقطع؟ والله ما بحب اجيب سيره الموضوع ده، عشان كل لما بجيب سيرته النور بيقطع خالص. يعني انا كنت من ساعه ما حلمت كده حلم يا جدعان، والله برج العذراء زي ما بقول لكم كده، حلمت حلم اني في مره كده عطارد جاي. قال لي عطارد جاي الساعه 1. انا على فكره اللي انتم ما تعرفوش يمكن حاجه بقولها لاول مره، من زمان جدا من وانا صغيره قوي 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 وانا بحلم بالكواكب، اني اشوف كواكب قدامي يعني، والله بجد يعني. وطبعا انا عارفه تفسيراتها ايه. المهم يعني فعطارد جالي، فجه فقمت قلت لاخويا والامي الله يرحمها يعني، قلت لهم انا حلمت ان عطارد جاي الساعه 1. فاخويا بص في الساعه قال لي الساعه خلاص داخله على 1 اهي، التك حصل النور قطع. قمت انا بقى عينكم ما تشوف الله النور عطارد كده يعني. انا مش عارفه جبت سيره الموضوع ليه. خلينا نكمل. برج العذراء، فانت عندك احساسك عالي، ممكن تحلم حلم زي شبيه لكده فالنور يقطع. فخلي بالكم من احلامكم واحساسكم، عشان هو ابن لذينه قوي، كل حاجه هتقولوها هتلاقوها بتحصل، احساسكم يحصل يحصل. فعندك ده جدا، فدي من الامور اللي هتبقى موجوده كتير في احساسك، لدرجه ان انت هتبقى احساسك تحسه هتبقى منتظر ايه اللي هيحصل، هتحلم الحلم بالشخص ده منتظر تشوف ايه اللي هيحصل عنه. فعندك ده جدا جدا. والموضوع ده انت هتحس منه اللي هو انا انسان طبيعي ولا مالي؟ عندك ده. تعرف لو انت بقى برج العذراء اطلع عذراء اطلع سرطان اطلع برج ميزان اطلع برج الدلو، انت عندك الموضوع ده بشكل عنيف جدا. تمام. طيب النقطه الثانيه من الامور بقى اللي انت منتظرها قوي، وانت منتظر كتير يا برج العذراء، تحقيق قوه مهنيه. انت بالنسبه لك اول 14 يوم عطارد ببرج الثور، ده بالنسبه لك بيخليك ان انت تميل الى الفكر العقلاني في الشان المهني، ازاي اطور من نفسي، ازاي ان انا اقوي ذاتي، ازاي ان انا انجح في الامور المهنيه. فانت عندك بالفعل في نجاح مهني انت عايز تسحقه يعني، مش توصل له، لا ده انت تعديه لدرجه انك انت تفرقع النجاح، ان انت تعدي او تخطي مرحله النجاح. فانت نفسك كتير في ده. وعلى فكره هيبقى عندك مراحل سعي، بس يمكن يكون بيخونك التقدير شويه بسبب المريخ الموجود ببرج الحمل. يعني انت منتظر نجاح قوي في الشان المهني، بتوصل له، بتوصل لنجاح، بس مش الشكل اللي انت بتسعى له من اللذينة ده. فده موجود كتير عندك يا برج العذراء. طيب برج العذراء انت بالنسبه لك كمان من اكتر يعني ناحيه الوضع المهني ده جدا. والامور الماليه انت برضو بتدور كتير على ان انت تكون قادر على سد احتياجاتك الماليه، بتدور كتير انك تكسب اكتر، يمكن يكون بتشتغل اكتر عشان تكسب. بتحاول كتير ان انت تستعيد مال متاخد منك، بتحاول كتير ان انت تستعيد ميراثك، بتحاول تستعيد اموالك، تشوف امر قانوني امر قضائي الدنيا ماشيه ازاي عشان خاطر تكسب تعوض خساره تنتصر في حاجه معينه. فبالنسبه لك بتحاول كتير ان انت تعمل تنظيم للشان المالي، لاجل ان انت عندك احتياجات ماليه فعليا، فبتدور كتير ان انا اسد احتياجاتي، منتظر كتير ان انت تغمض عينك تفتح خلصت كل اللي ورايا، منتظر كتير اني انا اكون حققت المصاريف بتاعتي الاولويات بتاعتي الاحتياجات بتاعتي، بل بالعكس يبقى معايا وفره. انت بتدور كتير على ده ومنتظر جدا ده. منتظر كتير الاهتمام بالنفس صراحه الامر، يعني انت باصص لنفسك جدا برج العذراء، باصص كتير لشكله لمظهره، ليه ان انا البس ايه، شكلي ايه، ستايلي ايه، نوع الميك اب بتاعي ايه، مظهر بشرتي ايه، مظهر جسدي ايه، اخس ولا اتخن، اعمل مش فعندك ده يعني عندك الاطار ده عالي جدا، اللي هو بالفعل بتدور كتير على اني انا شكلي يبقى بالملي يبقى حاجة متميزة. فبتدور كتير على الاهتمام بالنفس. يمكن يكون ده بسبب مشكلة معينة،
يعني بتدور على اهتمامك بنفسك بسبب مشكلة. مثلا ممكن يكون عندك انك انت هترفض نفسك، هيجي لك على فكرة مرحلة زي كده، هتحس ان انت رافض ذاتك، هتحس ان انت عايز لو باصص لنفسك، لان انا لازم اخس، انا مش حابب كده، او مثلا بشرتي فيها حبوب او مش لا لازم اعالجها، عندك ده اللي هو رفض الامر ما، فيخليك ان انت تهتم بالوضع الصحه اللي ليها علاقه بالمظهر جدا جدا. وعلى فكره هتبقوا حاجه حلوه قوي، يعني برج العذراء فعليا هيبقى عنده تميز بشكل كتير حلو قوي، وشكله هيبقى حلو قوي، لان بالفعل عندكم اهتمام بالنفس، هتوصلوا بيه لمرحله قد ايه رائعه ومتميزه. برج العذراء اصلا طول عمره بيعجبني بصراحة، برج العذراء بشوفهم احلى ناس، بشوفهم قد ايه ناس كده شيك جدا، ناس حلوين قوي. المهمة برج العذراء احنا كمان عندنا في حاجة مهمة كتير متعلقة بالاولاد، المواليد، الاهل، بمعنى ان هيكون عندك ان انت مهتم كتير باللمة العائلية والترابط العائلي اكتر، والتصالح العائلي والود والتعامل مع اولادنا حلو. على فكرة هقول لكم على حاجة، مش بيجينا كده وقت بنتعامل مع اولادنا بشكل شوية عنيف كده شوية، يعني ممكن تحس اللي هو مش قريب من اولادي قوي، مش قريب، مش عارفة ايه قوي، واحيانا تحس اللي هو انا عايز اقعد طول الوقت العب مع اولادي او اقعد معاهم، يعني انا بالنسبه لي العب والله. المهم يعني عايز ان انت تقعد مع اولادك اكتر، عايز تديهم اهتمام اكتر، فهتلاقي الوقت ده، هتلاقي ان انت عايز تديهم من وقتك اكتر، عايز ان انت تكتسب حب منهم اكتر، عايز تخليهم يبقوا حابينك، يبقوا في حياتك قوي، فبتحاول كتير تكسب ودهم، تكسب علاقتهم مع الاولاد، مع الاخوات، مع الاب والام جدا. الشعور ده هيبقى عندك كتير، اللي هو الحفاظ على اتمام العلاقة العائلية بجو عائلي لطيف متميز. برضو بالنسبة للمواليد هتبقوا بتدوروا كتير او بتسعوا جدا ليه ان يبقى فيه مواليد او اهتمام بالصحة الانجابية. طيب برج العذراء بالنسبة لي الحب والمشاعر، يعني احنا عندنا حب ومشاعر حلوة كتير صراحة الامر، عندنا كتير من انك نفسك تحب وتتحب ومنتظر حب حقيقي يدخل حياتك، وكتير من اصحاب برج العذراء اقدر اقول لكم نسبه كبيره قوي تتخطى ال 80% انتم منتظرين حب يملى حياتكم، منتظرين حب يعوضكم، يعوضكم. يعني كتير من اصحاب برج العذراء اللي خرجوا من مشاكل عاطفيه او من ازمه عاطفيه او شخص كان سخيف دخل يدمر حياتكم، انتوا بتستعيدوا قوتكم من تاني على فكره. يعني برج العذراء رغم ان هو شخصيه يمكن او هي شخصيه تلاقيهم قويين من بره، لكن بتستعيدوا قوتكم الظاهريه، يعني من القوى الظاهريه الى القوى الداخليه بنقطتين. باول حاجه ان انت شخص سخيف بوظ حياتك، فانت بتحاول كتير ان انت تقوى عليه، انت اللي كنت مش كويس مع نفسك وظلمت الشخص ده، او كنت عندك مقارنة ما بين شخصين وده خلاك ان انت تخسر الاتنين، فيكون عندك انت نفسك اللي عايز تصلح العلاقة، تمام؟ فيكون عندك ده جدا، فانت عايز تحافظ على شعورك والامر العاطفي، وتحافظ على الحب، وتحافظ على الكيان، وهيبقى بالنسبة لك مش عايز تهد الكيان اذا انت اللي اخطأت، او اذا انت اللي وضعت حيرة ما بين اتنين، او حيرة ما بين العمل والحب. فاذا كان وجد هذا الامر فهيكون بالنسبة لك لا انا عايز احافظ على الحب، عايز ان انا اعمل استقرار عاطفي. لكن اذا انت شخص كان مش كويس دخل ظلمك، فانت هتبقى بتستعيد قوتك، فبتبقى عايز ان انت تنتصر على المشاعر اللي وجعاك دي بان حب يجي يعوضك، ان يبقى في مشاعر احسن، ان يبقى في فاهميني اقصد ايه. الامر بينقسم ليه جزئيتين من برج العذراء، بس الاكثر عند الناس المنفصلين ان انتوا منتظرين حب كتير يعوضكم. طيب برج العذراء برضو النقطة اللي بعد كده، وهي ان انتوا عندكم فكرة او الرغبة في الانتصار على الاعداء، عندك ده، يعني انت عايز تنتصر على اشخاص، عندك اشخاص انت حاسس ان هم بيتحدوك بنفسوك، بيحاولوا يقللوا منك، حاسس ان انت يعني في حد بيحاول يسبقك في حاجة، بيحاول ان هو يتخطاك في حاجة معينة، انت مش حابب ده جدا لان عارف قدر ذاتك جدا، فانت بتدور كتير على الصعود، بتدور كتير على انك انت تنتصر على اعداء، او فيما يسموا منهم اعداء، او فيما يسمى منهم منافسين. فبالنسبة لك عندك ده جدا يا برج العذراء، بتحاول الانتصار على اشخاص بيعادوك، بيحبطوك، بيقللوا منك، بيقللوا من قدرك، عندك اصلا فكر كتير قوي ليه علاقة بان عايز انتصر، ان عايز اعلى، عايز اوصل، عايز احقق، عايز اعمل اهداف قد ايه متميزه، عايز اكون شخص قد ايه رائع ومتميز، عايز احقق مكاسب، سواء مكاسب مهنيه، مكاسب ماليه، مكاسب ليها علاقه باسم، ليها علاقه بقدر، ليها علاقه بشأن. فانت بتدور كتير على
تميز بمعنى الكلمة، منتظر التميز في أمور عديدة من حياتك. عارفة أن الوقت مش مكافين أن أنا أقول كل حاجة موجودة جواكم، لكن عامة يا برج العذراء يمكن تكون من أكتر الأبراج اللي جواها كتير قوي 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 ومداريينه بالفعل، جواهم كتير قوي من طموح من أهداف، ولكن يمكن يكون في بعض الصعوبات الحياة اللي بتحاول تاخد منهم شوية، لكن انتوا بتقدروا تحققوا من مطالبكم كتير خلال هذا الشهر. اشكركم جدا، بتمنى كتير اني اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس. سلام.